أو هجوم السياسي لم يستغل هذه الكرة، تعود قسنطينية دائما. هنا التوزيعة تأتي في القائم الأول، التدخل من الحارس مازال الخطر، ولكن الدفاع والحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء لشباب قسنطينة، ركلة جزاء لشباب قسنطينة في الدقيقة 15 أول هذا الموسم للسياسي. هنا الإعادة مجددا لهذه المحاولة القسنطينية، التدخل كان من دلة كراشاي، ركلة جزاء، فرصة هدف أول لشباب قسنطينة، فعلا الهدف الأول، شباب قسنطينة يفتتح مجال التسجيل، 1-0 للسياسي. هنا من أجل التقدم على مستوى جدول الترتيب، هنا مرتدة قسنطينية، الكرة تلعب دائما لشباب قسنطينة عن طريق ديب في منطقة الجزاء، هذه صعبة وهذه خطيرة بالرأس، والهدف الثاني، الهدف الثاني يأتي، هجمة معاكسة لا تعكس مجريات المباراة، شباب قسنطينة يتمكن من تسجيل الثاني في الدقيقة 65، هنا الواقعية، هنا الفاعلية تأتي في هذه اللحظات من جانب شباب قسنطينة، فاعلية واقعية قسنطينية، والهدف الثاني للسياسي في وقت كان فريق بلدية طهران يبحث عن تعديل النتيجة، يأتي طمين براسية ليؤكد التفوق القسنطيني في هذه المباراة، ليسجل الثاني ليؤمن الانتصار في هذه المباراة. خطأ ارتباك في دفاع بلدية طهران، التوزيع الاسيست وبالراس يحطها طمين في شباك الحارس دلك راشاي، ويسعد الانصار بعدما سجل هذا الهدف في شباكها. هذه هي المباريات التي تنتظر المولودية الوهرانية، وهنا فرصة الهدف الأول، الهدف الأول لمولودية وهران، يقلصون النتيجة، أبناء الحمري يصلون إلى شباك الحارس نصير، يهزون شباك السياسي بأول الأهداف، 2-1 صارت النتيجة الآن قبل نهاية المباراة ب 13 دقيقة. خير الدين مادوي هل سيتمكن من العودة في النتيجة؟ بن بلعيد في التمرير، هنا التسديدة من إيبو زيدان، يحط كورة في شباك الحارس نصير مسجلا هدف تقليص النتيجة في هذه المباراة. بعوش طويل الكرة، الكرة لشباب قسنطينة، هنا الانطلاقة، هنا التمريرة، هذه صعبة، هذه صعبة وخطيرة، تأتي بثالث الأهداف، كرة تأتي بثالث الأهداف لشباب قسنطينة. قلنا بأنه واحد يلعب من أجل التعديل يبادر هجوميا، والآخر يلعب على المرتدات من أجل تسجيل الهدف الثالث وتحصيل النقاط الثلاث. ثالث الأهداف يأتي عن طريق طمين الذي يسجل ثنائية في هذه المباراة، بن شعيرة يقدم كرة ممتازة لطمين، يلعبها بين أرجل الحارس دلك راشاي مسجلا الهدف الثالث، مسجلا ثالث الأهداف ومؤمنا الانتصار والنقاط الثلاث لشباب قسنطينة. من حيرك الفوز في هذه المباراة للسياسي، كرة لمولودية طهران، الكرة قسنطينية، البحث عن رابع الأهداف، هنا رابع الأهداف، الانطلاقة، فعلا رابع الأهداف، هنا الهدف الرابع عن طريق طمين، يسجل الهاتريك، يبصم على الثلاثية والرباعية لشباب قسنطينة. سياسي يسجل الهدف الرابع و يتجه نحو تحقيق الانتصار الأول له تاريخيا أمام مولودية وهران هنا بوهران، وبأي نتيجة؟ برباعية ممتاز، طمين هذا يسجل الهاتريك في هذه المباراة، ممتاز ورائع ومبدع طمين منذر الذي يبدع برابع الأهداف في هذه المباراة.
صارت النتيجة ثقيلة، هي أثقل نتيجة يفوز بها شباب قسنطينة هذا الموسم، 3-0، وفي هذه المباراة فاز 3-0 قبل ذلك، وفي هذه المباراة متفوق برباعية كاملة عن طريق هذا طمين الذي يسجل 3 أهداف في هذه المباراة ويرفع رصيده إلى 4 أهداف